بدأنا نشوف لمحات، بدأنا نشوف الهجمات، بدأنا نقرب من مرحلة الإبداع والإمتاع الكرة وهي مرحلة الأهداف، ولكن مين في مين مش مهم، المهم إن إحنا نشوف لقاء جميل كما توقعنا. ضربة ركنية، أحمد شيء ناوي يلعب على قريبة ومعدية، مش ممكن، يا سلام يا شديد، يا سلام يا سلام يا ابني، على طول الكرة كده يحط فيها راسه كمارة، ولكن هو الأوفر ورامي عادل ومعدية من إبراهيم عبد الجواد، والقائم وأول الأهداف وأول الفرحات لجماهير بورسعيد. لسه بنقول لحضراتكم مرحلة اللقاء بدأ يحلو، أحمد شيء ناوي أدي الإعادة للهدف أهي، معدية الجميع ومعدية، ده رامي عادل كان بالفعل عايز يحط فيها دماغه، ولكن تعدي وتخدع إبراهيم عبد الجواد.